حليمة بولند، تفاصيل جديدة وتسجيلات صوتية للإعلامية تحرض على الفسق والفجور تغرقها. إليكم التفاصيل. ما زال الاسم الإعلامي الكويتي حليمة بولند يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد الحكم عليها بالسجن عامين وغرامة مالية 2000 دينار كويتي بتهمة التحريض على الفسق والفجور. وفي تطورات جديدة في القضية، كشف محامي الطرف الآخر وهو الشاب الذي تعرفت عليه حليمة بولند تفاصيل القصة من طرفه، مشيرا إلى تقديم تسجيل صوتي للمذيعة المعروفة مضمونه التحريض على الفسق والفجور. كما نفى المحامي في مقاطع فيديو تداولتها منصات التواصل الاجتماعي سرقة هاتف الإعلامية من قبل موكله، وأكد أن حليمة هي من أرسلت الصور والفيديوهات المخلة بالأدب بنفسها. كذلك أشار المحامي إلى أن التحريات المباحث التي راقبت حركة الأبراج أكدت أن هاتف حليمة هو من أرسل الصور والفيديوهات، بينما كان هاتف موكله في مكان بعيد ومختلف. وأكد المحامي أنه قدم تسجيلا صوتيا للنيابة العامة يظهر صوت حليمة وهي تحرض موكله على الفسق والفجور، مبينا أن الأخيرة قد اعترفت بصحة التسجيل. أتت هذه التصريحات بعدما كشفت مريم البحر محامية الإعلامية تفاصيل حول قضية موكلتها المتهمة بتحريض على الفسق والفجور، وقالت في فيديو شاركته عبر حسابها في سناب شات إن القضية تعود ملابستها إلى ما قبل سنة تقريبا وجرى التعتيم عليها، مبينة أن الخصم صدر بحقه الحكم ذاته. وبينت أن الخصم تواصل مع حليمة عبر تطبيق واتساب في بادئ الأمر وعرض عليها التعارف بهدف الزواج، وبحكم إرساله الصور الخاصة فيه وإغراقها بعبارة الغزل نشأت ملاطفة بينهما. كما نفت المحامية ما جرى تداوله حول إرسال حليمة مقاطع فيديو خاصة لخصمها، لافتة إلى أن الأخيرة تحصل على بعض الأمور الخاصة في أثناء استخدامه هاتفها الشخصي، لذلك صدر الحكم بحقه. وأشارت المحامية لحليمة بولند إلى أن الجريمة ربما كانت كاملة الأركان لولا الرسائل الصوتية التي أرسلها الخصم لحليمة، إذ قالت لولا رسالته الصوتية التي أرسلها لحليمة بولند لكانت جريمته متكاملة.